السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم فادي البلتاجي من الورشة الفنية. حضراتكم النهاردة معانا الشعلة اللي هي الأوتوماتيك إشعال ذاتي، تمام، بتشتغل أوتوماتيك ونص أوتوماتيك. تشتغل أوتوماتيك لو طبعا طول ما في كهرباء هي شغالة بتفصل وتشتغل أوتوماتيك، لو طول ما الكهرباء موجودة وشغالة هنا هو ده شاحن، دي بطارية شاحن بتشحن بشحن الموبايل تايب سي، ممكن بتسيب الشاحن فيها على طول، هي اول ما بتشحن بتقوم فاصله، هنا بتدي لمبه انها فاضيه او بتدي لمبه انها مليانه، تمام. وممكن تشحنها وتركبها، بتشتغل من اسبوع لشهر حسب مده تشغيل الشعله، تمام. وممكن بتسيب فيها الشحن على طول، هي بتشحن اول ما بتشحن بتفصل، يعني ما يحصلهاش اي مشاكل، تمام. دي بالنسبه لتشغيل الاشعال الذاتي، تمام. بعد كده معانا هنا هو الترموستات اللي هو بتاعها، احنا هنا هو عندنا هنا هو مفتاح، تمام. لو رفعناه لفوق ناحية الترموستات كده شغالة مع الترموستات، طول ما في كهرباء هي شغالة مع الترموستات. الكهرباء قطعت فصلت وقطعت، بننزل المفتاح لتحت بتبقى شغالة مباشر، يعني شغالة على طول بدون ترموستات، تمام، عشان لغاية ما الكهرباء ترجع ترجعها تاني على المباشر. يعني كده لو رفعنا معانا كده اهو، تمام، زي ما احنا شايفين اشتغلت على المباشر، تمام كده اهو شغالة على الترموستات، كده شغالة على الترموستات، تمام. لو الكهرباء قطعت، يعني مثلا احنا لو فصلنا الكهرباء، تمام، والشعلة اهي فصلت، فصلنا الكهرباء فالشعلة فصلت، ما عادش كده كهرباء قطعة فصل، هنقوم منزلين الزرار ده لتحت كده مباشر، كده شغالة من غير ترموستات، كده شغالة على طول، يعني مش هتفصل، كده الشعلة مش هتفصل، تمام. يبقى كده اهوت معانا، طول ما الكهرباء قطعه انت بتنزل الزرار ده لتحت، معنى كده هتفضل شغاله مباشر لغايه ما النور يجي، بتقوم مرجعها تاني على الترموستات. بس طبعا لازم نوصل الكهرباء، لو النور مثلا وصل اهو، بنقوم رافعين على الاوتوماتيك، ترجع تشتغل تاني مع الاوتوماتيك مع الترموستات، تجيب الحرارة تفصل، هتجيب الحرارة تفصل وتشتغل. الضبط بتاع هنا اهوت الشعلة، تمام، بندوس هنا اهو على الزرار ده، بيجي هنا بي زيرو، دي الحرارة اللي هتشتغل عندها، ندوس دوسة تانية عايزينه يشتغل عند 26، تمام، وعندين يفصل عند مثلا عند 28، بتدوس تاني هنا هو التاني يجيب لك بي زيرو، دوس تانية يجيب لك بي واحد هيفصل عند كام، تدوس عليه هنا تاني ينور ويطفي، عايزينه بقى ننزله لغاية ما يفصل عند 27 مثلا او 28 مثلا، 28، تمام. بي 2 وبي 3 مالكش دعوة، دول لازم يبقوا صفار، مالكش دعوة بيهم، ما تلعبش فيهم عشان ما تلخبطش الدنيا. جاب الحرارة 28 فصل، تمام. لما الحرارة تنزل تاني ل 26 اللي احنا عملناها، هتشتغل كده اوتوماتيك، كده طول ما الترموستات منور وانت عامل الزرار ده لفوق يبقى كده هيشتغل اوتوماتيك، نزلتها لتحت كده الشعلة شغالة على طول مش هتفصل لو الكهرباء قطعة. طبعا الموديل ده، الموديل 2100 ده، دوت اللي هو بيشتغل، ده اسمه نص اوتوماتيك، ده موديل 2100 اللي هو اسمه نص اوتوماتيك، تمام. بتقدر تشغلها فيه كهرباء، مفيش كهرباء، بس التشغيل بتاعها بيبقى، مفيش كهرباء، بيبقى تشغيلها يدوي، تمام. الحرارة نزلت الشعلة اشتغلت تاني، تمام. معلومة هامة، احنا طبعا هنا عندنا هنا اهوت الشعلة دي معمولة هنا اهو للحامل الحجري، بتحط عليها الطوب، هاي في الفيديوهات السابقة اللي احنا منزلينها عشان ما نقعدش نشرح الموضوع ده كله، ممكن ترجع للفيديو السابق تشوف فوائد الطوب، فايدته في ايه. بترص قلبين طوب الأول، ما بتحطش ثلاثة، بتحط اتنين قلبين طوب، تمام، عشان تسيب فراغ هنا فاضي وفي النص فاضي وعلى الشمال فاضي، وبعد كده تحط عليهم ثلاثة وثلاثة، تمام. الطوب بيحفظ حرارة بيصل من 220 ل 450 درجة حسب مدة الإشعال، يعني لو قعدت شغلت لها ربع ساعة نص ساعة هتوصل للطوب، هيوصل حرارته 450، لو اشتغلت لها 3 4 دقائق 5 دقائق الطوب بيوصل 220، والكلام ده متسجل في الفيديوهات السابقة، هتلاقي قايسين درجة حرارة الطوب وباين الكلام ده فيه، تمام. فالطوب لما الشعلة لما بتفصل، الطوب ده بيبقى عامل معاك زي البطارية، بيدفي لك المكان وكأنك أنت مولع شعلة، فبيوفر معاك نص الأنبوبة، تمام.
ده كده الفيديو ده، واللي مراجعة تاني لضبط الحرارة. احنا قلنا دوسة هنا واحدة هيجي لك بي زيرو، دوست تاني يبقى كده هنظبط بي زيرو، تمام، بترفع وتنزل الحرارة، تمام. عايزين نرجع للبرمجة تاني، هندوس تاني جايب بي هنا جي زي بي زيرو، هتدوس هنا اهوت جاب لك بي واحد، بي واحد الرقم اللي هيفصل عنده. هتدوس تاني على البرمجة، لازم تظبط الرقم بقى من هنا، عايزين مثلا نرفعه ل 30 مثلا، 31 اهو، تمام. هتسيبه لما يفصل، لازم يفصل عشان يسيف، تمام. ده الزرار ده بعد كده هو طالما كده مسيف، بندوس عند ده كده هيشتغل عند 26، وكده هيشتغل عند، هيفصل عند 31، تمام. لو قلبت الارقام الشعلة مش هتشتغل، يا اما هتفضل شغالة على طول مش هتفصل، فما تقلبش الارقام، تمام. بي زيرو هيشتغل عند كام، بي واحد هيفصل عند كام، تمام. يا ريت يكون الفيديو يكون عجبكم والشغلة تكون عجبتكم، وما تنسوش تشتركوا معانا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. معاكم فادي البلتاجي من الورشة الفنية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.